كمان عايزين نقول لكم ان احنا لما بنيجي نتكلم عن فكره ان مصر سباقه وصاحبه رياده، الكلام ده مش من فراغ الحقيقه، ده يعني مرتبط ارتباط وثيق باحداث ملموسه على ارض الواقع. النهارده هينطلق المؤتمر الدولي الافريقي لعرض التجربه المصريه لعوده النشاط الرياضي في افريقيا في ظل جائحه كورونا. طبعا يعني في ناس كتير ابتدت تدرك ان قرار الدوله بعوده النشاط الرياضي مع تطبيق الاجراءات الاحترازيه دي حاجه خلت مصر محطوطه في الصفوف الاولى رياضيا. المؤتمر هيكون بتنظيم مشترك بين الاتحاد الافريقي للطب الرياضي والاداره المركزيه للطب الرياضي بوزاره الشباب والرياضه، وكمان على هامش هذا المؤتمر سيتم تكريم اللجنه الطبيه العليا بوزاره الشباب والرياضه واللجنه الطبيه لكاس العالم لكره اليد وسفراء الدول الافريقيه في مصر والمستشار الطبي لكل سفاره، وكذلك ممثل منظمه الصحه العالميه في مصر ورؤساء الاتحادات الافريقيه الرياضيه واعضاء الاتحاد الافريقي للطب الرياضي.